وزي ما احنا عارفين خلاص بكره يعني وقفه عرفات. كل سنه وحضراتكم طيبين والامه العربيه والاسلاميه بألف خير. وده بيقول ايه يا جمانة؟ بيقول ان خلاص الطرق هتبتدي تبقى يعني قليله في الكثافات المروريه لان اغلب الناس بتسافر. فنطمن من دينا شرف على الطقس، اهم حاجه من المرور دلوقتي. دينا صباح الخير. صباح الخير يا احمد. صباح الخير يا جمانة. كل سنه وانتم طيبين، وكل سنه والامه العربيه والاسلاميه بألف خير يا رب. كل سنه وانت طيبه يا دينا. طيبين. لا هو فعلا اكيد، بس اعتقد النهارده هيبقى زحمه. احنا عاده قبل الوقفه بيوم بيكون الشوارع كلها بتكون زحمه، لكن احنا لسه في الساعات الاولى في الصباح يعني، فانا هديك جوله مريه اكيد وجوله عن احوال الطقس. بنصبح على حضراتكم دلوقتي، تعالوا مع بعض نستعرض بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. وهنبدا جولتنا من القاهره وتحديدا من الكورنيش اللي بيشهد كثافات متحركه في عدد من المناطق حتى منطقه وسط البلد. ولو رحنا ميدان العتبه وهنفضل ماشيين وناخد طريق شارع الجيش، هنلاحظ هناك ان في كثافات نسبيه لحد شارع بورسعيد. شويه بشويه الطريق هتقل فيه الكثافات، وهنفضل في طريقنا لحد ما نوصل لمنطقه الظاهر، وهناك بعض الكثافات المروريه المتقطعه اللي ممتده لحد الشوارع المؤديه لشارع رمسيس، واللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مروريه واصله وممتده لحد مسجد النور في العباسيه. هناخد طريق كوبري اكتوبر اللي بيشهد كثافات مروريه نسبيه للسيارات امام اللي جاي من الجيزه في اتجاه مناطق وسط البلد، وكثافات ثانيه في الاتجاه العكسي. نفس الموضوع اللي جاي من ميدان التحرير لمدينة نصر وفي محور النصر. لكن أما نفق الأزهر بيشهد ظهور تباطؤ بسيط في حركة المرور اللي جاي من صلاح سالم لميدان الأوبرا أو العكس. هنروح معاكم حلوان ونبدأ جولتنا المرورية هناك من كوبري النيل اللي بيشهد سيولة مرورية في الوقت الحالي. هنفضل ماشيين لحد ما نوصل لمسجد الشهيد، هنلاقي هناك كثافات نسبية مكملة لحد شارع الكورنيش ووصل لحد طريق القاهرة الأوسطي. ولو فضلنا كمان مكملين على نفس الطريق هنلاقي الكثافات بدأت تقل تدريجيا، لكن هترجع تاني بمجرد وصلنا لطريق حلوان الكريمات. هنكمل جولتنا في شوارع الجيزة، وبتظهر كثافات مرورية بسيطة بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة، بدءا من نزلة كوبري فيصل وحتى شارع التحرير. ظهرت بعض الكثافات على الكوبري الجامعة، وكمان في كثافات بسيطة على كوبري 15 مايو المتجه إلى المهندسين، ده بسبب أعمال التوسعة. لو رحنا لمحور صفت فبيشهد كثافة مرورية بتزيد قبل إشارة جامعة القاهرة وشارع الهرم، وبدأت تظهر فيه برضو بعض الكثافات المرورية نتيجة التحويلات. كمان ناخد بالنا من غلق الطريق الدائري القادم من أكتوبر، ولازم الاتجاه من نفق حازم حسن إلى محور 26 يوليو أو محور رود الفرج كبديل للطريق. أما القادم من طريق الواحات فهيفضل في الطريق السياحي الجديد. نروح معاكم الإسماعيلية، وهنلاقي ان طريق عثمان احمد عثمان اللي بيوصل ما بين الجامعه والاستاد ومجمع المحاكم فيه سيوله مريه، ما عدا بعض الكثافات المتحركه واللي ما بتاثرش على حركه الطريق. اما المتجه الى بورسعيد ففي سيوله مريه في طريق الاسماعيليه بورسعيد. هنلاقي كمان في سيوله مريه كبيره وخاصه على الطريق الدائري حول مدينه الاسماعيليه. في محافظة سوهاج واللي هنبدأ فيها من محطة قطار سوهاج، والطريق عندها بيشهد كثافات نسبية. نمشي كمان ونشوف طريق عبد المنعم رياض اللي بيربط عدة طرق رئيسية في سيولة مرية. في بعض الكثافات كمان المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة في أيضا كثافة نسبية. في كثافات نسبية عن طريق مستشفى جامعة سوهاج، وكمان في كثافات مرورية بسيطة بتزيد معاها ساعات الذروة الصباحية عند المستشفى العام ومجمع المحاكم وشارع التحرير. وبكده خلصت جولتنا المرورية. خلونا ناخدكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. هيكون النهاردة الطقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 34، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 42، وأقل درجة حرارة في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.